بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور بجميل هدايته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور بجميل هدايته قلوب أهل السعادة وطهر بكريم ولايته أفئدة الصادقين فأسكن فيها وداده. الحميد المجيد الموصوف بالحياة والعلم والقدرة والإرادة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، الذي أقام به منابر الإيمان ورفع عماده، يقول سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يأتي ختاما للأسبوع الثقافي الدعوي، والذي تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد السلام بالوراق التابع لمديرية أوقاف الجيزة. هذه اللقاءات الطيبة المباركة التي تعقد برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. يعقد هذا اللقاء تحت عنوان الوفاء بالوعد. معنا خلال هذا اللقاء الطيب المبارك متحدثا فضيلة الأستاذ الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية السابق، وفضيلة الشيخ محمود محمد حسن إمام وخطيب المسجد، ومعنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ ماهر الفرماوي، ومجتهدا فضيلة المجتهد الشيخ أحمد راشد. معنا خلال هذا اللقاء الطيب المبارك أئمة وعلماء وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف الجيزة، على رأسهم فضيلة الدكتور عبد الخالق عطيفي وكيل المديرية. الحضور الكرام، هذا اللقاء الطيب المبارك يأتي ضمن فعاليات هذا الأسبوع الثقافي الدعوي، هذه الأسابيع الثقافية الدعوية التي جابت وتجوب أرجاء مصر. تهدف هذه اللقاءات إلى بناء الوعي، تهدف هذه اللقاءات إلى تقديم صورة صحيحة لهذا الدين الحنيف، هذا الدين الذي يتمثل بالوسطية والسماحة والاعتدال. لقاؤنا تحت عنوان الوفاء بالعهد. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. عهد الله هو العهد الذي يوثق باسمه ويقام تحت سلطانه، والوفاء بالعهد هو الضمان لبقاء عنصر الثقة في التعامل بين الناس، وبدون هذه الثقة لا تستقر الحياة ولا يسود الأمن والسلام. إنه لجرم عظيم أن يعطي الإنسان عهدا باسم الله ويتخذ من هذا الاسم الكريم مدخلا إلى ثقة الناس به، ثم يكون منه غدر وخيانة. إن الله سبحانه وتعالى لما أثنى على المؤمنين الفالحين وذكر صفات هؤلاء المؤمنين الفالحين قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون
الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الحضور الكرام، خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك خير الكلام وأفضل الذكر. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ ماهر الفرباوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق إنما يتذكر أولو الألباب؟ يوفون بعهد الله إنما
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. من روضة القرآن الكريم إلى رحاب العلم والعلماء مع هذه الكلمة والتي نستمع إليها من فضيلة الأستاذ الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية الأسبق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة ينادي على عباده يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المزداة والبشير النذير أبو القاسم محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والسائرين على ضربه والمقتفين أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سعيد بوجودي بينكم هذه الليلة مع هذه المنصة الكريمة ومع علماء الأوقاف ومع رواد المسجد الكريم والكرماء. وبالنسبة لموضوعنا الليلة فإنه بداية الإسلام يقوم في أساسه على منظومة أخلاقية متكاملة. هذه المنظومة تحدد شخصية المسلم وتميزه عن غيره عن غير المسلمين. هذه المنظومة الأخلاقية التي تحدد شخصيتنا كمسلمين هي أساس في التعامل، سواء في التعامل فيما بيننا كمسلمين أو في التعامل مع غيرنا. هذه المنظومة تتمثل في كثير من الأمور، منها الأمانة والصدق والوفاء بالوعد والمروءة والشجاعة والإخلاص، منظومة كبيرة، كرم والجود. هذه المنظومة الأخلاقية بقدر ما يلتزم بها المسلم بقدر ما تكتمل شخصيته وبقدر ما يبتعد عنها تذوب شخصيته. وحينما التزم المسلمون بهذه المنظومة الأخلاقية وحرصوا عليها ساب الدنيا بالالتزام بهذه المنظومة في تعاملهم مع أنفسهم ومع غيرهم، ساب الدنيا في مدة وجيزة لم تتجاوز 40 سنة. في حدود 40 سنة كان العرب
هما من الرعاة، فرعون الأغنام والأبقار، كل قبيلة تعيش بنفسها وبينهما قتال وتضاحن على يعني مصادر المياه والأعشاب والعشب اللي هو راعي المواشي. أمة مبعثرة في الجزيرة العربية، فلما جاءها الإسلام بهذه المنظومة الأخلاقية في 40 سنة في آخر عهد الخلفاء الراشدين، كانت هي كان المسلمون سادة الدنيا، وكانت الدولة الإسلامية هي حاكمة العالم بعد أن أزالت إمبراطوريتين الروم والفرس. ويوم أن تخلينا عن هذه المنظومة القيمية والأخلاقية، ذهبت الأمانة، ضاعت الأمانة، وضاع الصدق، وضاع الوفاء بالعهد، ضاعت هذه المنظومة واختلت، تراجعنا وأصبحنا في ذيل الأمم. ولما أخذت الأمم الأخرى هذه المنظومة وطبقتها على أنفسها أو على نفسها، أصبحت هي التي تسود العالم الآن. ولذلك لم يكن غريبا أن يقول الإمام محمد عبده عليه رحمة الله حينما سافر إلى فرنسا ووجدهم في الغرب هناك يلتزمون بهذه المنظومة من القيم الإسلامية، لا كذب، لا غش، لا تدليس، لا إخلاف للوعد، لا أي شيء من هذا. يقول لك ده وعد، ده موعد إنجليزي، يقول لك إن لما تبقى عامل ميعاد مع حد يقول له خد بالك انا معاد انجليزي، يعني الكلمه كلمه والموعد موعد. فلما تقول انك انت موعدك موعد مؤمن، لان هذا هو شان المؤمن ان لا يخلف وعده. الامام محمد عبده لما ذهب الى هناك وجدهم قد اخذوا منا هذه المنظومه من القيم والتزموا بها، فتقدموا ونهضوا، قال عبارته المشهوره: وجدت هنا إسلاما بغير المسلمين. وعندنا هناك في الشرق مسلمون بغير الإسلام. فهي منظومة متكاملة. لما أكلمك عن الوفاء بالوعد اليوم، هو خلق في منظومة القيم والأخلاق الإسلامية، خلق واحد. يجب أن تكون معهم بقية المنظومة. يجب أن يكون في شخصية المسلم كل هذه المنظومة. ونحن حينما نتحدث عن الوفاء بالوعد وبالعهد، نبحث عن الكلمة في القرآن الكريم، نجدها هي ومترادفتها اللي هي الموعد والميعاد والميثاق تملأ جنبات سور القرآن الكريم. أمر حس على الوفاء بالوعد، وصف للأنبياء وللرسل بأن من سماتهم الوفاء بالوعد. مليء القرآن مليء. إذا وجدت الوعد ومشتقتها تجد معها الميثاق: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، إن الله لا يخلف الميعاد. القرآن مليء بهذه الكلمة ومشتقتها، وهذا دليل على أهمية هذا الخلق العظيم. لذي هو خلق الأنبياء والرسل والصالحين والمؤمنين.
بسهولة. يعني عهدك ده وكلمتك دي انت اللي بتتحاسب عليها ومش العهد والوعد. ان انا اقول لك قابلني في مكان وتتاخر وما تجيش ولا الاشياء اللي هي شكليه دي، لا، ده معنى الوعد ده معاني كبيره جدا وعظيمه جدا. انت لما تبقى في عملك وفي شغلك متعاقد في ميثاق بينك وبين الدوله ولا بينك وبين الشركه ولا بينك وبين اي حد، هذا عقد وهذا وعد. فانت اذا التزمت بهذا الوعد او هذا العقد واوفوا بالعقود، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. والعقود يعني عهود. لما انت تروح في شغلك متاخر عن العهد المقطوع معاك والميثاق والعقد المتفق عليه، هذا خلف للوعد. لما تروح وما تشتغلش، هذا خلف لا تؤدي العمل كما يجب، هذا خلف للوعد. لما تنصرف من العمل قبل ان ينتهي موعد العمل، هذا خلف للوعد. انظر في حياتك وشوفها، هل هي مستقيمه مع هذا الخلق ولا غير مستقيمه مع هذا الخلق؟ فليس معنى كلمه الوفاء بالوعد ان فقط ان انا اديك موعد ولا اتفق معاك على حاجه وما نفذهاش يبقى كده احنا ما فيش وفاء. خنت الوعد وغدرت بالوعد. لا، الوعد او الوفاء بالوعد يدخل في كل حياتنا في كل امورنا. وكما قلت ان هذا الوفاء بالوعد خلق من الاخلاق التي تحدد شخصيه المسلم. لما تلاقي حد بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيلتزم بالعباده وبعدين تنصره من الناحيه دي، تلاقيه لا يقوم بالمهام المكلف بها، وتجده اذا وعدته على في موعد لا تجده يوفي بوعده. هل ده الثمن كمان اللي يقول لك طب انا هاجي لك العصر مثلا وبعدين انت ما جيتش ليه اخي واحنا منتظرينك؟ يقول لك انا جاي في الطريق بينه وبينك 5 دقايق، بينه وبينك 100 متر، بس هو لسه ما طلعش من البيت، ما خرجش من البيت. بعدين لما يجي لك انت اتاخرت بقى ده كله ده وانت تقول انا قريب منك، يقول لك اصل الطريق كان متعطل، هو كان لسه نايم وسايبني يلبس ويجي لك عطلك ووقف حالك وسبب مشاكل ما وراء هذا الوعد. يعني انت ممكن وراك مصلحه، وراك عمل، وراك مسؤوليه، قاعد تنتظره وهو لا يوفي بوعده. وبعدين هو لما قال لك انا جاي في الطريق كان لسه ما طلعش وما صلاش العصر، فيقول لك انا اصلي العصر بقى عشان لما اروح ابقى رايح ايه، معلش ورايا حاجه. طب تنفع صلاتك مع اللي انت بتقوله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: آية المنافق 3، علامات المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. طيب إزاي تقوم تصلي وانت قايل له انا في الطريق وبينه وبينك 10 دقايق ولا 100 متر وتقوم تصلي وانت بتقول له هذا الكلام؟ انت صفتك ايه الان؟ ما هو انت من هؤلاء الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: علامات المنافق 3،
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين المعاملة. الدين المعاملة، معاملتك مع الناس. أساس الدين في تعاملك مع الناس. الصدق والأمانة والإخلاص وبالوفاء وبالوعد. هذا الخلق حرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا شديدا، سواء مع المسلمين او مع خصوم الاسلام، مع اعداء. اذا اعطى وعدا لاي انسان، اي كان هذا الانسان مسلم او غير مسلم، لابد ان يفي بوعده صلى الله عليه وسلم. وهذا يجب ان يكون شان المسلم. ما في منظومة الأخلاق دي الإسلامية دي مش بتحدد علاقتك بأخيك المسلم فقط، وإنما تحدد علاقتك بالمسلم وبغير المسلم. لأن المسلم خلاص هو عارف إن دي من أخلاق الإسلام. غير المسلم لما يلاقيك ملتزم بهذه الأخلاق، أنت بهذه الأخلاق ستأتي به إلى الإسلام. ستأتي به إلى الإسلام. ومن مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم اللي نتكلم فيها الخاصة بوفائه بوعده مع خصومه، مع الكفار، مع المشركين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة بن اليمان يحكي ويقول: ما منعني سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، صحابي من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف المنافقين، وظلت سرا عنده حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا حذيفة طلع من مكة ومعه سيدنا أبي حسين، أبو حسين الصحابي أيضا طلعوا من مكة، قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامهما ويشاركاه في حروبه وغزواته أو في جهاده. ففي الطريق أمسك بهما الكفار. إلى أين أنتم ذاهبون؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لا، نحن ذاهبون إلى المدينة. وهم لم يكذبوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. فقالوا لهم: سنترككما على أن تعطونا وعدا، عهدا بأن لا تشاركوا رسول الله أو لا تشاركوا محمد في أي حرب يقوده أو أي قتال ضده. فأعطوهم العهد. ولما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى سيدنا وأعلن إسلامهم، حكى لرسول الله ما حدث والوعد الذي أعطوه لقريش أو الذي أعطيانه لقريش. يا رسول الله، إحنا حصل كذا كذا، وإننا خلاص أننا لن نشارك في الحرب، وكنا نود أن وكانت غزوة بدر قديمة، الرسول يتجهز لغزوة بدر، كنا نود أن نشارك في غزوة بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال يعني الجيش الإسلامي في ضعف، عدد قليل والمسلمين عددهم قليل، وقريش جاءت بقبضها وقضيضها لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في مس العادة إلى من يشاهد معه. وخلاص هم خرجوا من عند قريش، وصلوا رسول الله
بعدين إذا كنا محتاجينكم فنحن سنستعين بالله وربنا يعين علينا. موقف آخر، موقف وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مش ليس لأتباعه، أي وعد لأتباعه كان يوفي به، لكن نحن نتكلم عن أن هذا الخلق الوفاء بالوعد يجب أن لا يكون بين المسلمين بعضهم بعض الفقر، ولكن أنت لو وعدت أي وعد على أي ملة ولا على أي دين، الإسلام يطالبك بأن تفي بوعدك معه. ما تقولش يا عم ده هو على لا ملته ولا على دينه ولا إيه يا عم سيبك منه. نحن بنقول مع بعضنا سيبك منه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وقع الصلح، وكان من شروطه كان شرط شائع يعني في شكله بحقولنا او بحقول حتى كان بحقول الصحابة الذين كانوا مع رسول الله أثناء تطوير هذا الصلب، إن فيه ثوب وفيه صلب للمسلمين، لأن من ضمن الشروط العقد الصلب إنك ترجع هذا العام، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع هذا العام وما اعتمدش، فيأتي العام القادم. والشرط الصعب جدا انهم شرطوا على رسول الله ان لو واحد من المشركين او من قريش ذهب اليه مسلما يردوه اليه. تخيل كده واحد في مكه هرب منهم راح لرسول الله يعلن الاسلام، يقوم يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع تاني، رجعوا تاني ليهم. هذا الشرط من الشروط اللي شعروا فيها شعر المسلمون بانها فيها جو، لدرجه ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال له يا رسول الله ألست على الحق؟ قال نعم. قال لهم قال ليسوا على الباطل؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ولم الدنيا؟ فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ولم الدنية في ديننا؟ ايه احنا بنفسنا ليه كده؟ لهذه الدرجة بهذه الشروط. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب هذا الشروط ويتفق عليها بإلهام من الله وبتوفيق من الله وبرضا من الله. فهم تم كتابة العقد صلح الحديبية، وقبل أن يجف باللغة بتاعتنا حبر الاتفاق فوجئوا هما لسه جالسين الطرفين مع بعض بأن أبا جندل ابن سهل ابن عمرو جاي يعلن الإسلام. مين بقى أبا جندل؟ من أبو جندل؟ أبو جندل ابن سهل ابن عمرو اللي كان بيتفاوض مع رسول الله وبيكتب الاتفاق. ابنه جاي ورمي نفسه في وسط المسلمين ويعلن اسلامه، وهو كان مسلم وكان ابوه مأيده هناك مسلسله في مكه، ففكر قال وجيه حضر وجيه عشان يدخل مع المسلمين. فقال له سهيل، قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اول تنفيذ للشرط، ابني ابو جندل يعود الى مكه.
سيدنا رسول الله قرأ على أبي جندل الشرط، فقال له: يا رسول الله، تردوني إليهم ليفتنوني في ديني؟ تخيل الحوار ده، والمسلمين جماعة المسلمين ما هماش موافقين، والراجل ده حط نفسه في وسطهم وبيستفز بيهم. ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا أبا جندل، حب واصبر واحتسب، وسوف يجعل الله لك وللمستضعفين من أمثالك فرجا مما أنتم فيه. ورجع أبو جندل الثاني إلى قريش وإلى مكة، وذلك وفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوعد الذي قطعه على نفسه. وكان الصحابة استشعروا هذا الظلم لدرجة أن وقع في هذا، حدث موقف في هذا الصلح كاد أن يزلزل الإسلام، لأنهم لأول مرة وآخر مرة صحابة في رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم الرسول بأمر فلا ينفذون. تخيلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة يتابعون عينيه أين تقع ليقضوا له حاجته. يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: قوموا تحللوا من إحرامكم. فحلقوا وانحروا واخلعوا الإحرام ولبسوا الثياب. فلم يستجيبوا لرسول الله، درجة أن الرسول دخل غاضب إلى أم المؤمنين سلمة رضي الله عنها وهي في خدرها، قالت له: ما بك يا رسول الله؟ إيه اللي بك؟ حكى لها اللي حصل. كانت أزمة الإسلام شديدة، ولكن سبحان الله ربنا يجعل حل الأزمة عند أم سلمة، امرأة اللي يقول لك لو شربت المرة صح تخرج سنة. أم سلمة زوجة، امرأة في كل الأحوال، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شارت عليه: اخرج يا رسول الله إليه، اخرج إليه، احلق، اتحلل من ملابسك، واحلق وانحر وما تتكلمش معه. فلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، رأى الصحابة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، قاموا يتقاتلون وهم يتحللون من إحرامه، كأنهم يتقاتلون من تدافعه على التحلل من إحرامه. هذا نماذج من الوفاء بالوعد مع الخصوم، مع الأعداء، مع المشركين. لو أنا طولت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى التأمل والتدبر وأخذ العبرة من وفائه بوعده، وفاؤه لزوجاته وبخاصة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. ولم يكن وفاؤه لها وهي حية موجودة فقط، وإنما بعد موتها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يذبح ذبيحة يسأل: هل أعطيتم فلانا صديقة خديجة؟ هل أعطيتم فلانا حب خديجة التي كانت حبيبة لخديجة؟
مما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمه من هدايا لدرجة إن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول على أن لما بتشوف هذا الوفاء تقول والله ما غرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيرتي عليه من خديجة وهي في قبرها. الغير على رسول الله من خديجة وهي في قبرها لما تراه من وفاء لعهده بخديجة وهي في قبرها. ولما دخل مكة رضي الله عنه فاتح ومظفر، يوم عظيم، يوم الفتح، يوم الانتصار على أهل الشرك والكفر الذين آذوه، كل واحد من صحابة رسول الله ذهب إلى أقاربه وأهله، ثم بعد فترة يبحثون عن رسول الله أين هو فلا يجدونه، يفتشون بيوت مكة كلها خوفا على أن يكون رسول الله قد وقع به شر فلا يجدونه، فصعدوا إلى الجبال، جبال مكة، يبحثون وذهبوا إلى المكان الذي دفنت فيه خديجة، فوجدوه صلى الله عليه وسلم جالسا على قبرها يبكي. خديجة وكأنه كان يتمنى أو يقول لها كنت أتمنى أن تكوني معي في هذا اليوم. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم في وفائه مع كل الدنيا، مع كل البشر، مع كل، مع أهل الإسلام ومع غير الإسلام. والحديث لهذا الموضوع طويل ويحتاج إلى وقت، والوقت ليس بأيدينا. سعيد بوجودي بينكم وآسف على الإطالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا الحضور الكرام، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية الأسبق. الحضور الكرام، الوفاء بالوعد خلق من أخلاق الأنبياء، يجب أن يتمثله الناس وأن يتمثله المسلمون. فالدعوة في الإسلام ليست محصورة في الدعاء الذين يرتقون المنابر، بل إن كل مسلم من خلال أخلاقه، من خلال سلوكه، من خلال تعاملاته يمكن أن يكون داعيا إلى الإسلام. وما انتشر الإسلام في شمال إفريقيا إلا من خلال التجار، من خلال أخلاق التجار وحسن تعاملهم وحسن أخلاقهم. الآن تنتقل الكلمة إلى فضيلة الشيخ محمود محمد حسن إمام وخطيب المسجد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب قبل البعثة الصادق الأمين. كان أهل مكة عباد الله من كان منهم يملك شيئا ثمينا يخاف عليه من الضياع أو من الهلاك كالمال أو الذهب أو ما شابه ذلك كان يودعه أمانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعرفون أمانة النبي ويثقون فيه كل الثقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد هذه الأمانات لأصحابها كاملة إذا طلبوها. ولما اشتد هذا المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، وأذن الله عز وجل له بالهجرة من مكة إلى المدينة المنورة، كان هناك بعض الأمانات هؤلاء المشركين عند النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله؟ هل النبي
أخذ هذه الأموال إلى نفسي وقال هم كفار وليسوا على العهد ويستباح لنا أموالهم ودماءهم وأعراضهم، ليس هذا عباد الله، خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه ربه سبحانه وتعالى وأدبه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من سيدنا علي بن أبي طالب أن ينام مكانه ليلة الهجرة ليرد هذه الأمانات إلى أصحابها، فتعجب الكفار من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حريص بأن يرد هذه الأمانات إلى أصحابها، رغم أن أصحاب هذه الأمانات كانوا يحاولون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله يعلم الصحابة والأمة من بعدهم أن يكونوا أوفياء بالعهد وأمناء حتى مع من يخونهم وحتى مع من ليس معك على الملة أو الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى إيه؟ إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ليه عباد الله؟ لأن إحنا كلنا هنموت ونقف بين يدي الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يحاسب كل واحد على عمله في الدنيا، كل نفس واليوم توفى كل نفس إيه؟ ما عمل وما كسب، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فكلنا عباد الله سوف نموت ونقف بين يدي الله عز وجل ويحاسب الله عز وجل، سيحاسب كل واحد على أعماله وأفعاله في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عباد الله يعلمنا أن نكون أوفياء بالعهد وأمناء مع من حولنا، حتى لو كان من حولك غير أمين أو غير عنده عهد وفاء بالعهد. فيقول صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا إيه؟ أمانة له، ولا دين لمن لا إيه؟ لمن لا عهد له، ولا دين لمن لا عهد له. ليه عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم نفى صفة الإيمان وصفة الدين عن العبد الذي يخون الأمانة والعبد الذي لا يكون وفيا بالعهد ويغدر ويخون؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه صفة الإيمان؟ لأنه هو هذا الإنسان لو كان مؤمن بالله حقا ويعلم أن هناك جنة وهناك نار وهناك يوم يسمى يوم القيامة وهناك يوم يسمى يوم الآخر وأنه سوف يقف بين يدي الله وسيحاسبه على أعماله وأفعاله في الدنيا، سوف إيه؟ يخاف أن يغدر وأن يخون. فلذلك عباد الله الإنسان المؤمن اللي عنده إيمان هو ده اللي إيه؟ اللي كان يتقي الله عز وجل. ليه؟ لأنه عارف أنه هو هيقف بين يدي الله والله عز وجل يحاسبه على أعماله في الدنيا، فيرتدع ويخاف ولا يخون ولا يغدر العهد. أما الإنسان اللي هو إيه؟ مش في دماغه زي ما يقول، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يعرف أن هناك جنة ولا نار وأنه يقف بين يدي الله عز وجل، يفعل ما إيه؟ ما يحلو له أو ما يبدو له. لذلك الدين عباد الله شيء مهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحاديث كثير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. فالإيمان بالله واليوم الآخر عباد الله هو الذي يجعل العبد يتقي الله ولا يغدر ولا يخون. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا عباد الله من الغدر ومن عدم الوفاء بالعهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر سينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. يعني الإنسان اللي بيغدر ويخون العهد ده سوف يفضع على رؤوس الخلائق يوم القيامة والعياذ بالله. إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمن خان. النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله يعلمنا خلق الوفاء بالعهد، يعلمنا خلق الوفاء بالعهد. وأخيرا عباد الله يعني في ختام هذا الأسبوع الثقافي، النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث ينبه على فضل حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت
وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه، وإن الله ليبغض الفاحش المتفحش البذيل. ويقول صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. بل إن أعظم نعمة عباد الله ينالها من كان يتحلى بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا هي نعمة القرب من الرسول في جنة الله عز وجل. ونحن نعلم عباد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة في أعلى درجات الجنان في الفردوس. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة إيه؟ أحسنكم أخلاق، ما قالش أكثركم صياما ولا أكثركم صلاة ولا أكثركم قراءة للقرآن، أحسنكم إيه؟ أخلاقا. طب ليه عباد الله؟ مش معنى حسن الخلق أن النبي صلى الله عليه وسلم يختاره من بين العبادات كلها أن هو يجعل الإنسان في أعلى درجات الجنة ومجاور للنبي صلى الله عليه وسلم الجنة؟ ليه عباد الله؟ لأن حسن خلق العلماء قالوا عباد الله أن الإنسان الذي يكون حسن الخلق يأتي يوم القيامة وليس له خصوم أو أعداء. ملوش إيه؟ خصوم أو أعداء. الحسنات اللي هو تعب فيها في الدنيا الصلاة والصيام والزكاة وصلة الأرحام وقراءة القرآن يأتي يوم القيامة يجدها كاملة لا يأخذها منه إيه؟ منه أحد. أما الإنسان الذي يكون سيء الأخلاق عباد الله يأتي يوم القيامة وتذهب حسناته إلى إيه؟ إلى غيره. في الحديث المفلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أتدرون إيه؟ بل المفلس. قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا إيه؟ ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإذا فني الحسنات قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطواياهم فطرحت عليه ثم طرح به في النار. فبعد ما كان مع الحسنات جاي يوم القيامة بقى ومع حسنات كأمثال الجبال صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من الأعمال الصالحة، يجد نفسه إيه؟ شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وغش هذا، تمام؟ فيأتي أصحاب المظالم فيأخذون منه إيه؟ حسناته. فإذا فني الحسنات يؤخذ من سيئات أصحاب المظالم ثم توضع عليه ثم يلقى به في النار والعياذ بالله. والحديث للمرأة التي ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله إنها إيه؟ كثيرة الصيام والزكاة وقراءة القرآن والصدقة غير أنها إيه؟ غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير إيه؟ لا خير فيها، هي في النار. قال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في الإيه؟ في النار. ليه؟ لأن هي بتؤذي جيرانها بلسانها، فتأتي يوم القيامة بحسنات فيأخذ منها جيرانها التي أذتهم بلسانها هي التي تأخذ إيه؟ تأخذ منهم الحسنات التي تعبت فيها. وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة قليلة الصيام والصلاة والزكاة ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. فحسن الخلق عباد الله، حسن الخلق عباد الله شيء مهم لازم ينبغي على كل واحد منا أن يتحلى به. لذلك نجد أن معظم المواضيع التي تكون في الأسابيع الثقافية تهتم بالإيه؟ بالأخلاق، بالحياة، بالإيثار، بالمواساة، بالوفاء للعهد، بالصدق، بالأمانة، بالعدل، بالإحسان إلى الجيران. ليه؟ كما قلنا حسن الخلق عباد الله يجعل الإنسان يأتي يوم القيامة ويجد حسناته كاملة لا يأخذها منه إيه؟ منه أحد. فينبغي علينا عباد الله من أراد منكم أن يكون من الفائزين في الدنيا والآخرة فعلي أن يتحلى بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أسوتنا وقدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
وذكروا الله كثيرا، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ محمود محمد حسن إمام وخطيب مسجد السلام بالوراق بمحافظة الجيزة على هذه الكلمة الطيبة. إن من أعظم الآفات التي يصاب بها المرء أن يكون هناك انفصال بين القول والعمل، أو بين القول والتطبيق. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء ثلاثة أشخاص ممسكين بشاب وقالوا يا أمير المؤمنين نريد منك أن تقتص من هذا الرجل الذي قتل أبانا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لماذا قتلته؟ قال الرجل إني راعي إبل وماعز، وأكل أحد جمالي شجرة من بستان هذا الرجل فأخذ حجرا فقتل به الجمل، فأخذت نفس الحجر فقتلت أباه. فأخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يقيم عليه الحد، فقال يا أمير المؤمنين أمهلني ثلاثة أيام، فإن لي كنزا ولي أخ صغير، إن أقمت علي الحد ضاع الكنز وضاع أخي. فقال له عمر رضي الله عنه ومن يضمنك؟ فنظر الرجل إلى وجوه الناس وقال يضمنني هذا، وهذا هو أبو ذر رضي الله عنه ولم يكن يعرفه. فقال له عمر رضي الله عنه أتضمن؟ قال أضمنه يا أمير المؤمنين. وذهب الرجل والناس قلقة أن يقام الحد على أبي ذر لأنه قد ضمن هذا القاتل. ومر يوم والثاني والثالث، وإذا بالشاب يأتي متعبا مرهقا قبل صلاة المغرب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليقيم عليه الحد. وقال يا أمير المؤمنين دفعت الكنز وأخي الصغير إلى أخوالي وأريدك أن تقتص مني. فقال له عمر متعجبا كان يمكنك أن تهرب، فما الذي عاد بك؟ وهذا هو الشاهد. قال هذا الرجل يا أمير المؤمنين خشيت أن يقال ذهب الوفاء بالعهد من الناس. ونظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي ذر رضي الله عنه وقال يا أبا ذر لماذا ضمنت؟ قال يا أمير المؤمنين خشيت أن يقال ذهب الخير من الناس. هذا الخلق وهذه التصرفات كان لها هذا الأثر، فتأثر أبناء القتيل فقالوا لقد عفونا عنه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لماذا؟ فقالوا نخشى أن يقال ذهب العفو من الناس. الآن مع الابتهال والذي نستمع إليه من المبتهل الشيخ أحمد راشد. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
وثبت أقدامنا وانصرنا على أنفسنا يا لن تلد النساء.
كأنك قد خلقت كما تشاء. نقول معا المسك فاحي المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاحي النور لا لما حضرنا أبا الزهراء المسك فاحي ذكرنا رسول الله والنور لاحي النور لما حضرنا أشكي لمن وجدي وحالي وأقول لمن النبي غالي لما ذكر النور لاحين طول عمري بتمنى أشوفك وأنظر جمالك وأبوسك طول عمري بتمنى أشوفك وأنظر جمالك وأبوسك صبرت نفسي أحاديثك وأقول لابد في الليل أرى المسك فاحي لما ذكرنا الله النور لاحين لا لما حضر سيدنا النبي صلى الله عليه اللهم صل سلاما عليك سيدي يا رسول الله وبهذه الابتهالات والمدايح النبوية والتي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ أحمد راشد نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك والذي كان ختاما للأسبوع الثقافي والذي أقيم بمسجد السلام بالوراق بمحافظة الجيزة. كان معنا متحدثا خلال هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية السابق وفضيلة الشيخ محمود محمد حسن إمام وخطيب المسجد. وكان معنا القارئ الشيخ ماهر الفرماوي ومبتهلا من المبتهل الشيخ أحمد راشد. في الختام نسأل الله عز وجل أن يجزي خير الجزاء من كان سببا في إقامة هذا البيت العامر من بيوت الله عز وجل وأن يجعله سببا وأن يجعله في ميزان حسناته. ختاما تقبلوا تحياتي محمد جمعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.